سهران من سوهاج، انا صاحبه اكاديميه سندين لتدريب الحرف اليدويه لذوي الاحتياجات الخاصه. الفكره بدات معانا لما كنا بنشتغل مع المقفين لنا فتره، فحبينا نعمل حاجه جديده في سوهاج. احنا كنا عامل يعني مش سوهاج بس، احنا بنشتغل من اسيوط لاسوان، بحيث ان احنا نعمل الفكره دي بدات بان احنا نعمل حاجه مفيده للمجتمع المعاقين. فكرنا نعمل اللي هي الاكاديميه خاصه بالحرف، ان احنا ندربهم على حرفه يدويه بعد التخرج علشان يشتغلوا بيها بدل مثلا ما يقعدوا في البيت وكده. بدانا في سوهاج، حاليا شغالين بعد يعني بعد شهر هنشتغل في قنا وبناخدها لغايه اسوان. ده البامبو، ده شغل مكفوفين، وفي شغل الجلد بس معروض هناك للسوم والبوك. بنبتدي كل فتره بنجمع مجموعات لتدريبات معينه سواء جلد او كروشيه او بامبو، يعني عندنا كل الحرف اليدويه جوه الاكاديميه. بنختار المجموعه وبناخدها بندربها كويس قوي. هو بس مشكله بتواجهنا في موضوع التسويق، يعني احنا لازم نيجي من سوهاج علشان في القاهره عشان نقعد نعرض الشغل بتاعنا، ونادرا لو اتباع برضو لاني ما جربتيش التسويق الاونلاين. ايه التسويق الاونلاين؟ احنا والله بنحاول دلوقتي، لان احنا كنا مشغولين قوي بحته التدريب وكنا معتقدين ان احنا هنلاقي ناس كتير جدا تساعدنا في التسويق. الحته دي لا، مش ما لقيناهاش في موضوعنا. بنبتدي دلوقتي ان احنا اللي نطلع، يعني نروح معارض نسوق اونلاين، هنعمل متجر الكتروني، بنحاول ان احنا بقى نساعد نفسنا لغايه ما نلاقي حد ممكن يسوق لنا او حد من يعني من الجهات المعنيه تقف معانا. نحن محتاجين برضو دعم من جهة المعنية سواء الدولة ولا الكلام ده. احنا بندرب كل التدريبات بتاعتنا مجاني. احنا اصلا بدأنا لما كنا بدأنا ما كانش معنا حاجة، فدخلت مسابقة كانت خاصة بمركز بداية لريادة الاعمال تبع هيئة الاستثمار، واخدنا المركز الثاني واخدنا فند من اكاديمية البحث العلمي. الفند ده اشترينا بيه الخامات، شغالين بيه دلوقتي تدريبات. محتاجين حاجات تانية كتير عشان نستمر في الشغل بتاعنا، فبنتمنى ان احنا نلاقي دعم عشان نكمل ان شاء الله. فترة التدريب بتتراوح من قد ايه لقد ايه؟ هو على حسب، يعني لو يوميا مثلا لو جلد مثلا ياخد بتاع اسبوع، خمس ساعات في اليوم. طلع عملنا تدريب جلد اخد اسبوع، طلعنا 12 قطعة سجاد جلد وكوشن وخدديات صغيره. كل ده مكفوفين لا في مكفوفين وسم وبكم، في اعاقه حركيه. الاعاقه الذهنيه ما حاولناش نشتغل معاها علشان كانت صعبه شويه، بس بنشتغل مع اهاليهم. يعني لما يكون في اعاقه ذهنيه اهاليهم يعني ما غير قادرين، بنعلمهم الحرفه دي علشان يشتغلوا بيها هم. انت قلت لي ان فتره التدريب بتبقى مجاني، شغلهم بقى هو بيبقى فيه عليه اجر ولا برضه مجاني؟ بص، اولا احنا بندربهم مجاني، بس المفروض ان الشغل اللي المنتج اللي بيطلع ده خاص بالاكاديميه، احنا بنبيعه علشان من الفلوس اللي بتطلع منه نكمل استمراريه التدريب. لكن انا الفتره اللي جايه بحاول لما اكون مثلا في دعم ولا حاجه ان انا ابدا اعمل لهم مشاريع صغيره ان شاء الله. يعني كده ما فيش اي اجر ليهم؟ لا، هو في مثلا بيطلع فيه في حاجات بتتباع بنطلع منها نسبه، يعني الربح بتاعه بنطلع نسبه رمزيه كده اللي هو كادو يعني. بس احنا بنعمل حاجه تانية، يعني هو في ناس بتيجي مثلا من اماكن بعيده، احنا بندفع الانتقالات وبندفع الاقامه، ما نقدرش نعمل اكتر من كده لان احنا ما عندناش امكانيات. المنتج لما بنبيعه الفلوس بتاعته بتتقسم، يعني نصها بيطلع للخامات اللي احنا بنشتري، عشان احنا لازم نشتري خامات عشان نكمل تدريبات بعد كده، والجزء الثاني بيبقى مثلا للمدرب او المكان عامه، المركز عامه، يعني في ايجارات وفي حاجات كتير. شكرا. العفو حبيبتي، ربنا.